وحضراتكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الحية على الهواء مباشرة لفعاليات ووقائع الاحتفال بالعيد 71 للشرطة المصرية في هذه الأيام التي يحتفل بها كل المصريين، نحتفل بها في مصر ويرانا العالم أجمع، نحتفل بكل التضحيات والبطولات التي يقدمها دائما لنا أبطالنا من رجال الشرطة المصرية في هذه الذكرى الغالية على وجداننا جميعا. فهذه التضحيات دائما ما تظل محفورة في الأذهان ومحفورة أيضا في الوجدان، تحتفي بها مختلف الأجيال، وكثيرة هي التضحيات التي قدمها أبطالنا من رجال الشرطة المصرية. وفي 25 من يناير من عام 1952 سيظل هذا اليوم خالدا في ذاكرتنا جميعا، لكي يذكرنا بالملحمة الوطنية الخالدة التي سطرها أبطالنا من رجال الشرطة المصرية، وبالتلاحم مع الشعب المصري في مقاومة الاحتلال الإنجليزي بمنتهى القوة والبسالة والشجاعة، لإثبات أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهون بالعدة والعتاد، ولكنه مرهون بمدى الإيمان الراسخ والعقيدة الراسخة في نفوس أبطالنا من رجال الشرطة المصرية. وهذا بالتأكيد ما حدث في معركة الإسماعيلية الخالدة في عام 1952، حتى أصبح هذا اليوم هو عيد لكل أبطالنا من الشرطة المصرية، بل هو عيد لكل المصريين. بالتأكيد مشاهدين، البطولات التي يقدمها أبطالنا من رجال الشرطة المصرية مع رفقاء دربهم من أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل، استطاعوا بالفعل أن يكونوا بمثابة الحصن المنيع لهذا الوطن للحفاظ على أمن وأمان واستقرار هذا الوطن، لتظل مصر دائما واحة للأمن والاستقرار. وبالتأكيد فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، استطاع أبطالنا من رجال الشرطة المصرية بالتعاون مع أبطالنا من القوات المسلحة ورجال القوات المسلحة الأبطال أيضا أن يحققوا حربا ضروسا، وأن يواجهوا في حرب ضروس ضد الإرهاب وضد العناصر الإرهابية، يحققوا نجاحات كبيرة كنا نرصدها لحضراتكم أولا بأول في مختلف التقارير الخاصة بالقوات المسلحة، وكذلك أيضا من خلال النجاحات التي استطاعت الشرطة المصرية أيضا أن تحققها من خلال العمليات الأمنية الاستباقية والكشف الدقيق والمتابعة الدقيقة واليقظة الأمنية في العثور والكشف عن بقايا البؤر والعناصر الإرهابية، بل والمتابعة الدقيقة كذلك أيضا لكل ما يتعلق بالمتغيرات التي تحدث بشكل أساسي في الأنشطة الإرهابية ومنعها من الدخول إلى الداخل المصري. بالفعل مشاهدينا، أبطالنا من رجال الشرطة المصرية قدموا الكثير من التضحيات والبطولات، وما زالوا يقدمون يوما بعد يوم هذه البطولات التي بالفعل تجعل من مصر آمنة مستقرة عزيزة أبية. وإلى جانب كل ما تقدمه الشرطة المصرية من خدمات أمنية وارتقاء في المنظومة الأمنية، فهناك دائما حرص تام على الارتقاء بالعنصر البشري بمنظومة الموارد البشرية واتباع الأساليب العلمية في التخطيط الأمني بشكل أساسي، وذلك من أجل خفض معدلات الجريمة. وهذا هو ما أيضا نتابعه في التقارير اليومية الخاصة بوزارة الداخلية ونجاح الشرطة المصرية في خفض معدلات الجريمة نتيجة للأداء الاحترافي لرجال الشرطة المصرية واتباع أحدث الأساليب التكنولوجية في مواجهة الجريمة بكل صورها. إذن مشاهدين، اليوم هو عيد لكل المصريين، هو عيد مصر، ونحتفل جميعا بكل البطولات التي يقدمها أبطال من رجال الشرطة المصرية. كل التحية لأبطالنا من الشرطة المصرية، أيضا كل التحية الممزوجة بالاعتزاز والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم لكي تظل دائما مصر أبية مرفوعة الرأس، عزيزة آمنة مستقرة، ولكي يظل دائما رجال الشرطة هم العيون الساهرة على أمن هذا الوطن.